صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الهادي من أسماء الله تعالى؟ ها؟ هل الهادي من أسماء الله تعالى؟ الهادي نعم، هو يسمون الآن عبد الهادي، أخذا من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما إطلاقه كذا على أنه من أسماء الله يحتاج إلى تثبت. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هو معناه صحيح أن الله هو الهادي، وأما من ناحية اللفظ هذا يحتاج إلى تثبت. نعم.